ذات يوم كنت عائدا من بيت أحد أقاربي بعد منتصف الليل، أقود دراجة نارية بسرعة حتى أصل إلى بيتي باكرا. وفجأة وعندما وصلت ملتقى الطرق رأيت مشهدا غريبا، بدا لي جسر عليه سيارة مسرعة قد فقد سائقها السيطرة عليها، ومن ثم إذا بالسيارة تصطدم بحاجز الجسر فتكسره وتسقط عن أعلاه. لكن المصيبة الأكبر أنها وقعت على سيارة أخرى كانت مارة تحت الجسر، فانزلقت السيارتان إلى مسافة بعيدة نتيجة السرعة الهائلة، ومن ثم سقطت السيارة الأولى عن الثانية. وصلت فورا إلى موقع الحادث لأقدم أي مساعدة ممكنة، لكن للأسف وجدت الجميع قد فارق الحياة، إلا أنني وقفت على مصيبة أخرى أكبر من هذا، وهي صوت عال جدا ينبعث من السيارة الثانية. اقتربت فإذا به صوت أغان قد شغلت في مسجل السيارة. إخوتي الأعزاء، تأملوا حال الرجل جاءه الموت وهو يستمع الأغاني. ألا يتمنى أحدنا، أنا وأنت، أن يأتيه الموت وهو ينطق الشهادتين؟